أهلا بكم. أقر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وطلب الوزير بمراجعة التعديل التشريعي بشأن بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب، فضلاً عن تحديد 12 منتجاً بقطاعي الإسكان والمرافق بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان يتم العمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة. بحث وزير الاستثمار والتجارة الداخلية حسن الخطيب سبل توطين صناعة السيارات في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وكلاء شركات السيارات العالمية وموزعي وتجار السيارات لبحث التحديات التي تواجه القطاع. وخلال اللقاء أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات لما يمثله من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف في حلوان، ووجه الوزير بتسريع معدلات التنفيذ والإنجاز في المشروعات الجارية لإعادة إحياء النصر للسيارات وعلامتها التجارية العريقة في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات. كما أكد وزير قطاع الأعمال على ضرورة تعظيم نسبة المكون المحلي في المنتجات والالتزام بمعايير الجودة ووضع خطة تسويقية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على مواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات وتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها. أكد وزير المالية أحمد كوشك أن هناك ثلاث أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، وتشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية. وأضاف الوزير في جلسة الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والنقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن أن مصر تتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافا للاستقرار المالي. أطلق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، وأكد وزير الزراعة أن كمية المبيدات المستدامة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10,000 طن، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه. وأشار علاء فاروق إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.